العلوى بشكل منسق بين الدول الأعضاء النهوض بمجتمعاتها في مجال الصحي. تنظم الإذاعة الجزائرية اليوم برنامجا خاصا حول حوادث المرور تزامنا وارتفاع عدد ضحايا المجازر المرورية بمشاركة العضو الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دي مستورا مساء أمس الرئيس الصحراوي والأمين العام إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية، وأجرت المحادثات في لقاء مغلق للسيد دي مستورا مع الرئيس الصحراوي بحضور ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمر ضمن الجولة الثانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ تعيينه. ويندرج اللقاء في إطار تعميق المشاورات مع مختلف الأطراف وتوسيع دائرة المحادثات لتشمل مختلف فعاليات المجتمع الصحراوي من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم. أظهر تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بأن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت 8746 مبنى فلسطيني، مما أدى إلى تهجير نحو 13,000 مواطن فلسطيني وإلحاق أضرار بنحو 152,000 آخرين. لفت التقرير إلى أن عمليات الهدم أسفرت أيضا عن حدوث أضرار بنحو 1559 منزلة. ختام الموجز للقاء. بعد الدول السابق نداء لسائقين الحافلات وحتى السيارات الخاصة بالعامة، نقول يا جماعة الخير روحوا بالعقل، لأن شفنا العدد هذه الوامل اللي فاتت راه دائما في ارتفاع. نقول لكم روحوا بارتياح، لأن هذا هو السرعة ما تنفع حتى واحد. من فضلكم نقصوا السرعة، نقصوا، روحوا في أمان وتلحقوا حتى لعائلاتكم في أمان. لا زال هذا البث المباشر لهذا الفضاء، فضاء الخاص بحوادث المرور، معكم مستمعينا من القناة الأولى. ترقصت معي